وزيرة التضامن الاجتماعي ندرس صرف العلاوات الخمسة المتأخرة على 4 أشهر. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل النشرة، من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. من جريدة اليوم السابع، كتب الأستاذ محمد الشرقاوي يوم الأحد 29 مارس 2020 في الساعة 10:30 مساء خبر بعنوان وزيرة التضامن الاجتماعي ندرس صرف العلاوات المتأخرة على 4 أشهر. التفاصيل: قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تعليقها على إجراءات الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات إن الوزارة بنت جسور ثقة قوية بينها وبين أصحاب المعاشات تجلت بشكل أكثر وضوحا في الأزمة الأخيرة، حيث أن الوزارة حريصة على الحصول على مستحقاتهم المالية وبما يضمن سلامتهم من خلال تقسيمهم لشرائح، كما أعلن سابقا تفاديا لتكدس المواطنين في مكاتب البريد. وفي ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا خاصة في الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر التي تشهد في الظروف العادية ازدحاما كبير. وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الإعلانية لميس الحديدي إن صرف المعاشات وفقا للإجراءات الأخيرة تم تقسيمه إلى 10 أيام بدلا من الثلاثة أيام في الظروف العادية، مشيرة إلى أنها تشجع أصحاب المعاشات على تدوين بياناتهم المعلوماتية فيما يخص أرقام الهواتف النقالة وفتح حسابات بنكية في إطار خطة الدولة في التوسع للشمول المالي حتى يتم تحويل معاشاتهم في الفترة القادمة على حسابات البنوك تخفيضا لعملية التكدس في فروع مكاتب البريد، ويتم التنسيق الآن مع البنك المركزي في إطار رغبة الدولة في التحول الرقمي، وبدأنا في بورسعيد وتخطط لتوسع ليس فقط على صعيد المعاشات لكن في كافة الخدمات الأخرى مثل تكافل وكرامة وغيرها لأنها تشجع الدولة في التحول الرقمي بشكل عام. وكشفت الوزيرة عن تفاصيل صرف الخمسة علاوات قائلا ستبدأ الوزارة في الصرف في يوليو القادم وفقا للقانون الذي قدمناه لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي وتمت الموافقة عليه. وفي ظل حرص الرئيس على سرعة إنفاذ القرار حيث أنه له إجراءاته التي سوف تنتهي في غضون 1.5 شهر بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون وستضم لموازنة العام المالي الجديد، وأشارت إلى أن آليات الصرف يتم دراستها ولكن الصرف سيكون اعتبارا من يوليو بإجمالي عدد من المواطنين 2,400,000 مواطن قائم بالصرف بمبلغ يقدر بنحو رصيد متجمع 27,600,000,000 جنيه عن سنوات سابقة و7 مليار أخرى تكلفة كل سنة قادمة بما يساوي 34,000,700,000,000 تقريبا، مشيرة إلى أن آلية الصرف ستكون بشكل محدد بما يحافظ على السيولة المتاحة لدى التأمينات، خاصة أن مواعيد الصرف المتوقعة تتزامن مع صرف العلاوة الدورية البالغة 14% بالإضافة لزيادة المعتادة، وبالتالي ندرس صرفها على مدار 4 شهور بداية من العام المالي في يوليو 2020-2021، وإن كافة المستحقات ستصل لهم كاملة، كاشفة أن هذه الزيادات ستعكس على مستوى معيشة هذا الشريحة. وكشفت الوزيرة إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت الوزارة تتوسع في برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لتكون مظلة للشريحة الأكبر التي تضررت من أزمة فيروس كورونا العالمية، متوقعة زيادة في عدد معاشات تكافل وكرامة بإجمالي يزيد عن 100,000 أسرة بالإضافة لدعم الجمعيات الأهلية التي تقوم الآن عبر التنسيق معنا لصرف إعانات شهرية. ده كان الخبر الأول
من جريدة اليوم السابع. معانا أخبار أخرى تخص أيضا الطقس، مثل تحذير من أحوال الطقس يوم الاثنين 30/3/2020. التفاصيل: أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الاثنين، وتوقعت أن يكون الطقس معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وأشارت إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة الترابية على المناطق المكشوفة، وارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط مثير للأتربة. وخبير أرصاد يحذر من طقس الغد، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد. وتوضح جريدة فيتو تفاصيل المدن التي تشير إليها النشرة عند ذكر المصطلحات الآتية: السواحل الشمالية، سلاسل البحر الأحمر ومدن القناة والدلتا وجنوب سيناء وشمال غرب البلاد وجنوب الدلتا وجنوب الصعيد وجنوب شرق البلاد وشمال شرق البلاد وشمال الدلتا. والسواحل الشمالية تضم مرسى مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح والدلتا، كما تضم كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقاهرة ومدن القناة وشمال غرب البلاد المقصود بها مطروح. أتمنى أن يكون الخبر ده عجب الكثير من حضراتكم. كمان معانا خبر آخر من الخاص بالمصرية للاتصالات: تبدأ من اليوم تسليم شرائح التابلت بالإدارات التعليمية. التفاصيل: المهندس أحمد أبو طالب نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشؤون التجارية قال إنه تم اتخاذ قرار جديد بشأن تسليم الشرائح الخاصة بالتابلت للطلاب، تتمثل في تسليمها لهم من خلال مكاتب الإدارات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد. وتابع قائلا: سنبدأ يوم الاثنين منذ الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء في الإدارات التعليمية وليس السنترالات، من أجل تخفيف الازدحام على مواقع تقديم الخدمة. وأرجح أبو طالب خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وإلى الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية حالة الازدحام التي شهدها بعض السنترالات، إلى أن يوم الجمعة والسبت هم أجازة رسمية، ومن الطبيعي أن يحدث ازدحام مع بداية أول أيام العمل، خاصة وأن كافة الخدمات تقدم من منفذ واحد بما فيهم تسليم شرائح التابلت المتعلقة بالطلاب. وأكمل حديثه قائلا: من بكرة سنتواجد في مكاتب الإدارات التعليمية في جميع المحافظات، البالغ عدد المكاتب 290 مكتب إدارة تعليمية، من أجل تسليم شرائح التابلت، مشددا على الشراكة التي اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين المترددين على السنترالات ومنافذ تقديم الخدمة. خبرنا الأخير يخص العالقين في أمريكا. بيان من وزيرة الهجرة يكشف موعد عودة المصريين العالقين في أمريكا. أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إن الدولة حريصة على رحلات أجلاء العالقين من الجاليات المصرية في العالم وعودتهم للوطن مرة أخرى. وأضافت مكرم في مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث اليوم الأحد إنه منذ اللحظات الأولى لتداعيات الأزمة فيروس كورونا تم تشكيل لجنة وعمل لم تم تشكيل لجنة عمل وخلية دائمة الانعقاد بدأت بالعالقين في دول الخليج بعد إغلاق المطارات على خلفية تفشي فيروس كورونا. مع اتساع راقعة المرض في أنحاء العالم ظهر لنا الكثير من العالقين في دول عدة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وأفريقيا أيضا. وأشارت إلى أنه من المنتظر مطلع أبريل
بدء جلاء العالقين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ عددهم قرابة 1000 مواطن عالق، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة وتحديد نقط ارتكاز يتجمع بها العالقين لأجلائهم في كورلينيا وتكساس وغيرها باستثناء نيويورك التي تتأخر كثيرا، مناشدة الجاليات المصرية العالقة في أمريكا بالتواصل وتسجيل البيانات عبر السفارة المصرية هناك والقنصليات التابعة وعددها 14 وأعدادها 4 ومنتشرة في عدد من الولايات المختلفة. بكده نكون نشرة النهاردة خلصت. أتمنى من حضراتكم أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.